السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله اليوم غنقدم لكم الكسكسو ديال البلبولة باللحم ديال الراس، إن شاء الله بنكهات خاصة. عندنا هنايا القرعة الحمراء، وعندنا هنايا اللفت، وعندنا هنايا شوية ديال الحمص على حسب الذوق، وواحد البصيلة، وجوج مطيشات، والقريعة، وعندنا هنايا داك الكرموس الكارم كنقولوا ليه حنا بالشلحة إيقران، وعندنا هنا خيزو، وعندنا وريقات ديال الغار، وعندنا شويه ديال اللحيه ديال الشيخ، وشويه ديال اللحيه ديال الشيخ عفوا، وعندنا هنايا اللحم ديال الراس، والعطريه عندنا فيها الملحه والابزار والكمون والسكنجبير والخرقوم، وعندنا هنايا ان شاء الله البلبوله اللي غادي نطيبو. ان شاء الله هنايا غادي نديرو اللحم يتقلى لينا مع البصله وديك العطريه، وندوزو ان شاء الله للمراحل الاخرى. ان شاء الله هي البلبوله رشيناها مزيان حتى فزقات مزيان، تتفزقوها مزيان بالماء وكتخليوها تنشف شويه، خليتها هنايا تنشف شويه حتى نشفات لينا مزيان. وهنايا راني ملي قليت داكشي اللي حتى داك الكرموس يعني داك ايقران بالشلحه والحمص ومرقت بالماء، وغادي نضيف ليهم ديك ورق الغار وديك لحيه الشيخ، وغادي نهزو الكسكاش ان شاء الله. دابا راه نشفات لينا هاد البلبوله، غادي نديروها ان شاء الله في الكسكاس ونديروها تفور ان شاء الله. ها هو فور لينا كسكسو دابا مزيان، خلينا يفور مزيان مزيان. دابا ان شاء الله غنديو نغسلوه عاد باش ان شاء الله نديروه يتقطر. ان شاء الله غادي نخويو عليه الماء بارد كامل. هاد البلبوله ملي تفور التفويره الاولى خاصها تخوي على الماء بارد كامل حتى تغسل، ونخليوها ان شاء الله تقطر بهذه الطريقه. هذه كتشوفوا كامل بتخوى على المبارد، غسلوها مزيان صافي، وغنديروها تسقطر. نخليوها تسقطر مزيان عاد باش نرجعوها ان شاء الله للكسكاس، نديروها في القصريه تفرز ونخليها تسقطر شويه عاد باش نرجعها للقصريه باش تنشف، ونديروها تفور ان شاء الله التفويره الثانيه. نشوفوا ان شاء الله. الله من بعد ما نشفات لينا نشفات مزيان، حليت على هنايا الشرجم، ها هي نشفات وبقات مفرزه، ان شاء الله نديروها تفور لينا التفويره الثانيه ان شاء الله. قسمتها هنايا ودرتها باش تنشف ليا مزيان عاد باش نعاودها ان شاء الله. هي راه رميت خيزو التفويره الثانيه حيت دغيا هنا كيطيب لينا، حتى هذه الثانيه ان شاء الله عاد رميتو، وباقي الخضر باقي ان شاء الله من بعد عاد نرميها. نديرو الكسكاس يفور لينا الكسكسو ان شاء الله. التفويره الثانيه هي تفورات لينا ان شاء الله، غنهزو نعاود نرش ليه الماء والملح ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله دابا غادي نرشو ليه الماء، ها هو راه درناه تقريبا تبارك الله نص الطيبه ديالته راه طاب. ملي كترشي ليه ملي كتفوري مزيان التفويره الاولى خاصها الاول تفور مزيان مزيان، يمكن لك تغطيها بالغلاقه المره الاولى تخليها تفور مزيان مزيان عاد باش تغسليه. دابا ان شاء الله راه غادي ندير ليه الملحه، ناخذ الملحه ونعاودو نرشوه بالماء باش تدخل ليه الملحه، ناخذ القياس ديال الملحه اللي بغيتو المقدار اللي غيكفيكم، نملح بزاف. هي راه كتشرب هي هي باش تعبري عليها، خاصك ملي ديريها تخليها هكا تنشف، ملي ترشيها تخليها تنشف هكايا راه كتجي زوينه هي لذيذه. كتجي زوينه البوله ان شاء الله. غادي نرشها، انا رشيتها نخليها ان شاء الله تنشف، ونرمي ان شاء الله القرعه حيت دغيا هذاك الشيء كيطيب عندنا. غادي نرمي ان شاء الله القرعه ونديروه يتفور لينا ان شاء الله التفويره الثالثه، نخليها هكا ينشف ليا شويه ان شاء الله عاد نديرو يفور، ونرمي الخضره ان شاء الله اللي باقا لينا. باقا ليا القرعه الخضراء وباقا ليا الحمراء، ونرمي اللفت حيت هنا الخضره دغيا كطيب ما شاء الله تبارك الرحمن. ان شاء الله ندير هادشي وتشوفوا ان شاء الله. الله هنايا راه زدت اللفت وزدت القرعه الحمراء، وزدت عليها واحد مطيشه دواور مقطعه، وزدت القريعه الخضراء حتى هي من الفوق، وواحد شويه ديال الفلفله ما كنتش ذكرتها لكم، فلفله حلوه كتجي زوينه الا عندك حتى الحاره ديريها، واحد القبيطه ديال الربيع، وعاود زدت شويه ديال العطريه من الفوق، شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، وشويه ديال الملحه باش تجي حتى ديك الخضره من السماء، وشويه ديال زيت العود من الفوق. دابا ان شاء الله غنديروه يفور. من بعد ما
ما رشيناه بالماء ان شاء الله غادي ندير ليه زيت الزيتون ونديره يفور. صافي هذه تفور الاخر ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال البلبولة ديالتنا، تنقدمها لكم بالصحة والراحة. ما تنساوش الاشتراك في القناة ديالي وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.